حدثت عدة ثورات لبني الجولندا وذكرت ذلك في تلك الفترة. في هذه الفترة أيضا العمان توسعت كثيرا في فترة في هذه الفترة في عهد الإمام غسان بن عبد الملك، توسعت عمان كثير حدودها، فوصلت إلى حضرموت وإلى بلاد المهرة في الجنوب، ووصلت إلى نجد وبلاد اليمامة في وسط الجزيرة العربية، وصارت كل هذه المنطقة تتبع الإمام من عهد الإمام غسان والإمام عبد الملك. في عهد الإمام عبد الملك أحد المهرة أهان جاب الزكاة، و يعني ألقى كلام يعني سيء لجاب الزكاة، فجاب الزكاة أبلغ الوالي على أدم، وطلب هذا وسيم، اسمه شخص وسيم، وسيم المهري، وألقي القبض عليه وسجن في عهد مع عبد الملك. لكن جاء بعد ذلك جماعته واعتذروا عند الإمام، وأشار الشيخ موسى بن علي للإمام بأن يطلق سراحه، فأطلق سراحه الإمام.